الطافي من سبها يقول بأن في السحور يعني يحس في تقريعة وحموضة يعني، وسألته إن كان تبقى معه حتى بعد دخول الفجر، يقول أحيانا يجدها أحيانا لا يجدها، فهو يسأل عن حكم ذلك. نعم، بالنسبة لما يسمى بالتقريعة أو التجشؤ، يعني يخرج معه أحيانا بعض الدهن أو بعض بقايا الطعام. نعم. هذا إذا وصل إلى الحلق ثم رجع فلا شيء فيه لأنه لم يخرج إلى الخارج، لكن إذا وصل إلى الفم واستطاع الإنسان أن يخرجه من فمه فيجب عليه أن يخرجه، فإن ابتلعه عمدا بعد ذلك أو غلبة ففيه القضاء. نعم. إن ابتلعه عمدا أو يعني غلبة، غلبه ورجع منه بعد أن خرج إلى الفم ففيه القضاء، لكن إذا وصل إلى الحلق فقد شعر بحرارة أو بدهن أو بشيء من الطعام أو الماء، يعني وصل إلى الحلق ثم رجع فهذا لم يخرج، والإفطار مما دخل وليس مما خرج، يعني إذا دخل شيء من الخارج هذا هو الذي يفطر. ولكن أنبه الأخ، وكما ذكرنا في الحلقة الماضية، أنه لا يتبع الوساوس. إذا كان الأمر مجرد أوهام أو وساوس أو شكوك فالأصل أن صومه صحيح، لا يحكم ببطلان صومه إلا إذا تيقن أو غلب على ظني غلبة قوية تقرب من اليقين. أما الإنسان يقول أنا أظن أو أشك أو جاءني إحساس غير متأكد منه، يعني فلا يتبع هذه الوساوس ويكون صومه صحيحا ولا شيء عليه إن شاء الله.